في هذه المدينة. خلقت وتربيت وعشت مع والديا اللي هما أغلى حاجة في حياتي. نهار عقلت على راسي وأنا طموحاتي كبيرة وكثيرة، ولله الحمد حققت بزاف منها، مازال كنخدم باش نوصل لكثر. اللي جرب وصل الإنجاز غادي يعرفني علاش كنهضر. أنا باغي نكون أحسن في كل شيء، يعني نتغلب على راسي وعلى نفسي. بغيت غدا يكون أحسن من اليوم. هاد الشيء ما كيجيش غير بالهضرة، كيجي بالعمل والجهد والتمارين، لأن الحياة ماشي سهلة. وشحال من مرة كنقولوا كاينش أمل، أنا خايف، أنا ما قدرش نوصل لهذه الحاجة، ما كنلقاش اللي يقول لك العكس ويشجعك. متفق معك كاين حاجات خارجة على السيطرة ديالك ولازم عليك تعيش معها. ولكن كاين جوج خيارات، إما تستسلم أو تستمر وتعافي. شوف انت شنو باغي، شوف انت شنو باغي تكون، وثق في راسك ماشي في كلام الناس اللي كيقولوا عليك فاشل. شحال من مره سمعت هذا الكلام كيدخلني الشك في نفسي، واش انا بصح هكذا؟ ولكن كل مره كنطيح فيها كنوض من جديد. فضل الوالدين اللي ما بغيتش ناخذ املهم فيا، بغيت نكون كيف ما كيتمنى. وفضل الناس اللي كتثق فيا وكتبغيني اللي هما انتوما. شكرا بزاف للدعم ديالكم والحب الكبير، كنوعدكم بزاف ديال الحاجات الجداد اللي خدامين فيها. بغيت كل واحد كيتفرج في هذا الفيديو يعرف باللي هو واعر في المجال ديالو. غير ثق في راسك وفي حلمك، واكيد غادي توصل، اكيد غادي توصل. هذه هضره من القلب، ان شاء الله توصل للقلوب. عماد بن عمر.